بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن شاء الله هنبدأ رد جديد على رشيد. تعالوا نسمع رشيد قال إيه ونرجع لبعض تاني. عندنا الطب النبوي، الطب، طب ما تعملوا كليات يتخرجوا فيها الناس في الطب النبوي فقط يعني، ودو بها البشرية. اختصاص طب نبوي، ما هو هذا الطب؟ عبارة عن كلام فارغ، الحبة السوداء شفاء كل داء، عبارة عن الدواء ببول الإبل، هذا هو الطب النبوي. 7 تمرات كل صباح تقي الإنسان ولا يضر أي سم. ما تعالوا جربوهم. أو الحجامة، حجامة هي حل لكل الأمراض، طبعا كلام فارغ. الطب حين يمرض أي شيخ يذهب لمستشفيات الغرب الكافر. بعد ما سمعنا رشيد وافتراءاته على مسألة الطب النبوي، قال الحبة السوداء وأنكر هذا الحديث، تعالوا كده افتح معايا كتاب منشورات أبناء الأنبا غرغوريوس، بستان الأنبا غرغوريوس 1، الأغذية الطبية وفوائدها الصحية. بيقول إيه الأنبا غرغوريوس في صفحة رقم 11 تحت عنوان الحبة السوداء حبة البركة، والحبة السوداء هي حبة البركة، يستخرج من بذورها زيت يهدئ النزلات الصدرية ويسكن الكحة والسعال العصبي والحساسية الربوية وطارد للبلغم ومنبه للجهاز الهضمي ومدر للبول ويشفي الصمم والطنين. نبات حبة البركة، ثبت علميا أن نبات حبة البركة يفيد في علاج الإسكاروس، يفيد في علاج الإسكاروس. أنا مش هرد على شبهات رشيد لأني أنا عرضت الفيديو السابق للشيخ محمد الزغبي وهو بيرد على أغلب هذه المطاعن إسلاميا ومسيحيا، قد ما أنا هعرض إن رشيد بيعترض على أشياء ثابتة علميا أو موجودة عنده أو يطعن على الإسلام بأشياء هي موجودة عنده وأشد. يعني قال الحبة السوداء، جبنا الحبة السوداء من كتاب مسيحي للأنبا غرغوريوس أسقف البحث العلمي، تكلم عن بول الإبل، وفي الفيديو السابق برضو للشيخ محمد الزغبي حفظه الله رد على هذه الشبهة وأثبتها علميا. ياريت ترجعوا للفيديو، هتلاقوا الرابط أسفل الفيديو. طيب الكتاب المقدس ماذا يقول عن البول؟ الكتاب المقدس يقول بشرب البول، شرب بول الإنسان. إيه؟ شرب بول الإنسان في سفر إشعية 36 العدد 12، فقال ربشقاي هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لكي أتكلم بهذا الكلام؟ أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم؟ سمعين الكلام، أجلكم الله، والنص أمامكم على الشاشة. مش بس كده، مش بس شرب البول، لا 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 لا، ده أكل العذرة، أجلكم الله، أكل الخراء. فين الكلام ده؟ في سفر حزقيال إصحاح 4 العدد 12 بيقول وتأكلوا كعكا من الشعير على الخرق الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم، وقال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. خبزهم النجس، علشان ما حدش يقول ده يمكن يكونوا بيطبخوه على هذه العذرة. لا، افتح معايا الترجمة اليسوعية أمامكم على الشاشة، بيقول وكل قرصا من الشعير واطبخه ببراز الإنسان أمام عيونهم. شفت يا رشيد إنك بتتهم الإسلام بأشياء هي مش موجودة عندنا، بل الأصعب والأشد عندك أنت في كتابك وفي إيمانك. بعد كده تعرض لحديث 7 تمرات وأمامكم فوائد التمر
يقوي العضلات والأعصاب، يفيد المصابين بفقر الدم، يحافظ على رطوبة العين وبريقها، يحارب القلق العصبي، يكافح الدوخة والكسل، يكافح الإمساك، يؤخر الشيخوخة، يدر البول وينظف الكبد ويغسل الكلى. وكمان التمر غذاء مثالي لمرضى الأنيميا وهشاشة العظام لاحتوائه على نسبة لا بأس بها من الكالسيوم والحديد. يحتوي التمر على فيتامين A وفيتامين B وفيتامين B2 وفيتامين G. سكريات التمر هي الغلوكوز والكلوكوز والإسكاروز، يمتصها الجسم ويمتثلها بسهولة فتصل سريعة إلى الدم فإلى الأنسجة والخلايا. البلح يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو عنصر ضروري لتوازن كمية الماء الموزعة في خلايا الجسم. التمر يحتوي على نسبة عالية من السكريات اللا أحادية سهلة الهضم والتي تصل للدم بسرعة عالية فيعوض السعرات الحرارية المفقودة. التمر يقلل من مضاعفات أمراض القلب والزهايمر ويحمي عضلة القلب ويقويه. كل ديت أشياء هي من فوائد التمر. بعد كده تكلم عن الحجامة وطعن في الحجامة وحديث الحجامة. طيب أمامك الآن أشهر لاعب في العالم اللي هو بيسموه نيمار، لاعب برشلونة الأسباني ونصراني زيك بالظبط وعليه الصليب، أو نايم بيعمل حجامة على ظهره أمامك أهو. لو أشهر لاعب في العالم ده يا رشيد عارف إن حديث الحجامة ده غلط أو إن الحجامة دي غلط، كان عملها؟ كان الأطباء نصحوه بيها؟ ها رشيد ما سمعناش صوتك. بلاش نيمار بس، علشان نجيب لك لاعب تاني، لاعب الجمباز الامريكي أليكس نادور. نشر صورة على حسابه على الانستجرام وفيها اثار كأس الحجامة على كتفه مصرحا بيقول ايه بقى، بيقول سر جديد للتخلص من الام الجسم التي يسببها الجمباز انه افضل من المال الذي انفقته على اي شيء اخر، ونشعر بالالم في اجسادنا بعد اللعب لفترات طويلة، والحجامة افضل شيء قمت به خلصني من الكثير من الالم. الناس دي هتدفع فلوسها على شيء خرافي، شيء ما بيحصلش نتيجة يا رشيد. ها انا عاوزك لما تنتقد كن حياديا، انما المشكلة ان انت حاقد على الاسلام تنتقد من اجل الانتقاد. لا، انت كل ما يزودوا لك الفلوس تنتقد في الاسلام، كل ما يزودوا لك المصاريف تنتقد في الاسلام، حتى وان كان حق وان كان مثبت علميا وان كان الكل يعلم بصحته، الا ان انت الوحيد اللي بتقول على الكلام ده غلط. قال بعد كده الطب حين يمرض اي شيخ يذهب لمستشفيات الغرب الكافر. حينما يمرض اي شيخ يذهب للمستشفى الغرب الكافر ليتعالج. انت يا رشيد مش بتؤمن بسر مسحة المرضى اللي بتشفي المرضى من الامراض النفسية والجسدية؟ طيب ليه ابوك شنودة لما كان يتعب شوية كانوا بيسفروه على المانيا؟ ليه ابوك توادرس كل ما يتعب شوية بيطلع يسافر على المانيا او على امريكا يتعالج هناك؟ ليه محدش في الكنيسة مؤمن يشفيه؟ عندك في انجيل مرقس الاصحاح 16 العدد 17 و18 امامك في الكتاب المقدس، يسوع بيقول وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. أنت معترض على أن السبع تمرات اللي يأكلهم لا يصيبه سم؟ طيب أنا بسألك الوقت يا رشيد، ليه ما تجيش وأقدم لك أنا سم بنفسي وتشربه؟ الرد المعتاد من رشيد وأمثاله من الكذبة لا تجرب الرب إلهك، كما أمامكم في النص لا تجرب الرب إلهك. أنا مش بقولك جرب الرب إلهك، أنا بقولك أنت اعمل هذا العمل بيقين إن المسيح هينجيك ونشوف. ما يمكن أؤمن بعد ما تشرب السم ما يجرالكش حاجة. وتكملة النص بيقول ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ليه ما بنشوفش القساوسة يا رشيد بنفس المنطق بتاعك؟ ليه ما بنشوفش القساوسة بيشفوا بعض بدل ما هم ليل نهار مسافرين خارجين رايحين جاي؟ رايح فين يا ابونا؟ رايح اتعالج في امريكا.
رايح فين يا ابونا؟ رايح اتعالج في المانيا بس تتهكم على الاسلام يا رشيد، صح؟ هو ده اللي انت فالح فيه. المشكلة الاكبر الاخوة المشاهدين والمشاهدات ان المسيحيين عندهم صلاة اسمها صلاة ابو تيربو. صلاة ابو تيربو ديت صلاة اي حد يعضه كلب زي ما امامكم على الشاشة، قس او اب كان اسمه ابو تيربو، الصلاة دي تقام، هذه الصلاة لكل من عضه كلب سعران، وكان اول من استعملها قديس اسمه تيربو الشافي، وقد كان هذا القديس ايام الملك الكافر دقلديانوس، وقد نال من الولات عذابات شديدة، كان يخدم ويبشر باسم المسيح. وبينما كان يمشي في احد الايام وجد كلبا مسعورا ويزأر كالاسد بطريقة مخيفة، فصلى القديس ابو تيربو صلاة قوية فارسل الله ملاكه وانقذه، وقد اعطاه الله هذه الموهبة، اي انقذ الذين يتعرضون لمثل هذا الموقف، فاذا ذكروا اسم الله واسم هذا القديس فانهم يشفون. انا عاوزك كده رشيد تخش على كلب سعران وتخليه عضك وتصلي صلاة ابو تيربو كده امام المشاهدين، ونشوف الجرح بتاعك هيلم كده وهتشفى ولا هننقلك على المقابر ولا هتتنيح. هذا ما اعلم، والله اعلى واعلم، ونسبة العلم اليه اسلم. انتظرونا في فيديوهات قادمة شديدة وقوية في الرد على رشيد وزكريا بطرس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسى الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.